والله يعني الآن العمل يعني على قدم وساق على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم هناك يعني تنسيق مع كامل القطاعات المعنية من أجل تدعيم ملف الجزائر وأظن أنه احنا الآن في منا في اللمسات الأخيرة إن شاء الله الجزائر تكون في الموعد قبل 16 ديسمبر يكون الملف الجزائري عند المكتب الاتحاد الإفريقي كاملاً متكاملاً